بيقولوا ان انت مين اللي بيقولوا بقى؟ مين اللي بيقولوا؟ الناس. الناس مين؟ مش عايزه اقول لك اسامي اشخاص. لا انا نفسي تقولي اسامي اشخاص. اقول لك طب اسم الشخص اللي انت عامل له بلوك الملحن؟ قولي اسماء اي حد. لا انا هحترم ان طيب. انا مش عايزه طيب. اجيب سيرته عشان هو مش موجود ومش معانا ومش هيرد. بس انا على فكره بحب محمد رحيم جدا. على فكره حبيبي. هو مش محمد رحيم. بصراحه انا ما بحبش غير محمد رحيم. انت لا بس مش هو مش طيب. محمد رحيم. خلاص خلاص. محمد يحيى؟ محمد رحيم بس. من كل الملحنين محمد دول. رحيم بيتميز بنوع من الموسيقى يعني عنده تيمة واحدة كده حلوة بتحس ان هي دايما شعبية كده وفيها سنس وبحبه بصراحة يعني هو من الملحنين اللي انا بحبهم اول مرة في حياتي اذكر اسمه ملحن وده طبعا هو هيفرحه قوي هيفرحه قوي؟ اه قوي هو مستني الشهادة دي؟ لا هو بيستني شهادتي دايما انا عارف بس اللي اعرفه ان محمد رحيم هجمك في يوم من الايام وكتب بوست عندك مش ما انا بحب مهاجمته عشان بيضحكك فانا النهارده بعمل كده عشان يضحكك انا بتتريق بقى لا والله لا والله بس ضحكني والله ما طب في اشاعه بتقول